صباح الخير عليكم مشاهدينا، صباح جميل على كل هي بتسمعني دلوقتي. الأم مش روبوت، الأم إنسانة وليها طاقة، بتتعب وبتجهد، بتزعل وبتزهق، ولو قصرت تقوم الدنيا وما تقعدش، بس من حقها يكون عندها مساحة وقت تعمل الحاجة اللي بتحبها وتشيل الفيشة شوية لتهنك، وساعتها البيت كله هيقف خالص. وصدقيني ولادك مش محتاجين أم مضحية، ولادك محتاجين أم سعيدة، وأم سعيدة يعني بيت هادي وناجح وسعيد. ده موضوع حلقتنا النهاردة مع الدكتورة سمر كشك. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك، منورانا في النص التاني. نورك دكتور سمر. حابين نسأل حضرتك، إزاي الأم تكون سعيدة في وسط المسؤوليات الكتير اللي هي متحوطة بيها ومتطلبات الحياة والضغوطات؟ بصي، هي المسألة كلها تنظيم وقت ومعرفة الأولويات والأهم فالمهم. دي كلها حاجات هي لازم ترتبها، بمعنى أنها ما تدوش دماغها بحاجات كتير مع بعضها قوي، وتقول أنا هعمل وهعمل وهعمل وهعمل، والآخر ما تعرفش تعمل أي حاجة أو تعمل حاجة واحدة من كل الحاجات المطلوبة منها. تاني حاجة، أن الست دايما عندها أولوياتها ولادها. ما بقولش لا إطلاقا، لكن بقول حطي نفسك أنت أول أولوياتك، علشان أنت طول ما أنت سعيدة ومبسوطة ومرتاحة وما عندكيش دوشة في راسك، ومش محملة على نفسك مهام مش بتاعتك، يعني مجرد ما أولادك بيكبروا خلاص اعطي لكل واحد مهام، قللي من على نفسك اللود اللي عليكي مستمر ماشي وراكي. فالحمل ده ما بيقل شوية بتبدأ الست ترتاح، خلاص في ناس شايلين عنها. اللي حواليها المفروض يفهموه ان هي علشان تبقى سعيده هي محتاجه حاجتين بس، محتاجه امان، ومحتاجه ان حد يحس بيها او يحس باللي هي بتعمله من ولادها ومن جوزها. بمعنى ان الزوج مثلا لما بيرجع ويقول لها انت قاعده تعملي ايه طول النهار، انت اكيد ماسكه طول النهار الموبايل، امال مين اللي نظف الشقه، مين اللي غسل الغسيل، مين اللي نشر، مين اللي طبق، مين اللي عمل الاكل، مين اللي نظف الولاد، مين اللي ذاكر مع الولاد. حاجات كلها المفروض الست ما تسردهاش، ما هي مش تتعمل من تلقاء نفسها، هو عارف ان المهام دي بتتعمل تقريبا كل يوم. صح. فخلاص مش شرط ان انت كل يوم تيجي تقول لها كلمتين مالهمش لازمه، زي ما انت عايز تسمع الكلام الحلو هي برضو محتاجه تسمع الكلام الحلو، محتاجه تحس بالامان. مش مقارنتك بمرات ابن خالك، مرات اخوك، ده امي كانت بتعمل. المقارنات ملهاش اي لازمه ولا ليها معنى في الحياه الزوجيه. انت اتجوزت مراتك، ليها امكانيات، ليها وقت، ليها فتره صلاحيه، اذا كان الاجهزه بتهنج وبتتعب دي بني ادمه بتتعب. اما تقول انا تعبانه، قدروا تعبها، قدروا المجهود اللي هي عملته قبل كده. مظبوط يا دكتور، بس الزوجه اللي طول الوقت بتشتكي لزوجها من انها تعبانه او من الاولاد علشان يحس بيها او علشان تكسب تعاطفه، هل ده مع الوقت ممكن ياثر على علاقته بيها؟ ممكن يبتدي بقى بيعمل حاجه من اتنين، اما انه يزهق ويسيب لها المكان او يتجنب الكلام معاها، او انه يقعد معاها مش سامع لها. هي بتتكلم، هي في وادي وهو في وادي، لحد ما تخلص بجد لا لا مالهمش حق، لا هما يبقوا كويسين ان شاء الله بس عشان الموضوع يخلص، لكن هو ما سمعش ولا كلمه. فعلشان ما توصليش المرحله دي، في اوقات ما تكلمهوش فيها وهو راجع من الشغل. ما هو زي ما انا مش مع الست ولا مع الراجل، انا مع البيت الكويس. فعشان البيت يبقى كويس لازم الاثنين يكونوا مرتاحين. فعشان برضو الراجل بيبقى راجع شايف الويل في الطريق، وشايف الويل في الشغل، وقابله واحد عكنن عليه، قابله واحد في الشارع ضايق، وواحد كسر عليه بالعربيه، شاف شويه حاجات، يعني شويه تحابيش كده وهو جاي مش كويسه خالص، مش متقبل يسمع. اول ما يجي ولادك عملوا وسووا وخلصوا، لا استني ما يقعد ويهدى ويشرب الشاي وانتوا قاعدين. ومش كل يوم شكوى برضو، يا ريت يا ريت، وما تكونش بشكل شكوى. انا ممكن اوصل اللي انا عايزاه بشكل تاني. يعني اقول له ايه مثلا، احنا عايزين نغير طريقتنا مع بنتي، حاسه انها كده فيها حاجات مش ليه. هيبتدي هو يسال، يعني وصليه لمرحله ان هو اللي يسال هو ايه اللي حصل. فبلاش تقولي له لا ده بنتك عملت ومش عارفه ايه، لازم تضربها، لازم لا بلاش خالص دي، ومش هيسمع لك.
لما تجيبيها بطريقه ان هو اللي يسالك ايه اللي حصل، هيبتدي ينتبه معاكي ويدور لحل المشكله. صح، الاسلوب بيفرق كتير. طبعا طبعا. طب يا دكتور، في ام بتكون منفصله او مثلا ارمله، هل في الحاله دي بتلعب دور الاب والام؟ المسؤوليه بتكون كبيره عليها وعبء نفسي كبير، تنصحيها بايه؟ الاول اقول لها انت بطله، بطلة الأبطال أكيد. لأنها ومش شرط تكون منفصلة على فكرة، ممكن يكون الزوج ما بيشاركش في حاجة، شغله مثلا منعه، هو مسافر، ما بيعرفش يعمل الحاجات دي، أو بيكبر دماغه، مسافر، مغترب، مش موجود، لظروف طارئة، لظروف موجودة، محملها فوق طاقتها، في أسباب كتير قوي تخلي الأم شايلة الدورين. فأي أم بتقوم بالدورين أنت بطلة أكيد، واعرفي قيمة اللي أنت بتعمليه، ومفيش حاجة ربنا يعني هيمنعها عنك، الثواب هتاخديه كامل، وربنا يضاعف لمن يشاء، واكيد عارف ان انت واخده دور مش دورك، فكل حاجة بتعمليها قدري انها من يا رب تبقي من المحسنين، وان انت عملتي حاجة اكسترا عن المفروض تعمليه. فانصحها انها برضو تلاقي وقت نفسها وقت، بلاش المطحنة اللي بندخل نفسنا فيها ونرجع نقول انا وقعت ليه. صح، لاني انا دخلت في دوامه ما اديتش لنفسي هدنه، وهيجي وقت ولادها هينفصلوا عنها وفي الحاله دي هيبقى الوضع صعب، او هتفضل مرتبطه بيهم زياده عن اللزوم وتقول لهم انا ضيعت عمر عليكم، وانا عملت اللي المفروض ان انا ما كنتش اعمله، ويا ريتني كنت شفت نفسي، عشان هم ما يسمعوش الكلام ده ويرجعوا يزعلوا منها، ويبقى اللي عملته زي قلته، هي تحس اللي هي عايزاه ايه وتعمله بدري. صح، حتى لو حاجة بسيطة، حياتها فيها أكتر من حاجة بجانب ولادها طبعا، وربنا يقويهم طبعا، يعني كل الأمهات في الحالة دي طبعا. طب يا دكتور، في حالة الزوج بيسيب زوجته تهمل في نفسها وتتشغل بالولاد وتهمل في شكلها ويخونها فجأة دون سابق إنذار؟ هو مش شرط تهمل في نفسها على فكرة، في ممكن تكون حاجة بنقولها إنها نزوة، أو زهق من رتابة الحياة والحاجات المملة اللي بنقوم فيه، بنصبح فيه ما بنعملش حاجة جديدة، هو بيدور على حاجة برة علشان هو يعني عنده شغف يشوف حاجة جديدة، حس انه كبر عايز يجدد نشاط ويحس انه هو لسه صغير ومرغوب فيه، عايز يسمع كلمتين بطل يسمعهم جوه البيت. احنا ممكن نعالج دي بحاجات بسيطة جدا، اننا يعني نكسر روتين البيت، الروتين الممل، نعمل حاجة مجنونة طالما مش حرام، نعمل حاجة غريبة، نعمل حاجة بنحبها احنا الاتنين، لازم نشارك بعض في حاجة. البعد هو اللي بيولد الجفا، طول ما كل واحد بيعمل حاجة اللي بيحبها لوحده مفيش طريقة هنبقى فيه. مين المسؤول عن المبادرة دي انه الاتنين يغير؟ الاتنين يقعدوا مع بعض ويتكلموا، احنا عايزين نبدأ حياة جديدة. اصل مش شرط تكون الست مهمله في نفسها او شكلها اتغير او انها ما بتكلموش كتير، ممكن يكون هو الحياه بقت روتينيه قوي خلاص، او شاف كل يوم حاجه اللي هو اللي عنده شغف فيها بره. فيعني طب ما تقولها لمراتك، ممكن تعملها يعني حاجه معينه انت حاببها، مثلا حاسس ان لو حطت روج بشكل معين، لو لبست شكل معين انت هتحبها اكتر، طب ما تقول لها ايه اللي يخليني ادور بره وانا عندي جوه. صح. طب في حالة ان الزوجة اكتشفت الخيانة دي، تواجهه ولا لا؟ تواجهه بس بالراحة، وتتكلم بمنتهى العقلانية، ايه اللي وصلك لكده؟ ليه عملت كده؟ ونشوف القصور ونصلحه، وياريت الازواج يسمعوا، وياريت يقدر موقف مراته، وياريت يقدر غيرتها، وانها لما الزوج بيعمل حاجة زي كده الست بتبقى عندها حالة من الفوران الداخلي، نار الغيرة. مش غيرة بس، حاسه انها اقل، مستواها قل في كل حاجه. وليه؟ ليه يعني بقى كل بيسألوا ليه؟ ما هي ليه بقى دي بتقول انا بقيت وحشه، حتى لو هي زي ما هي، انا بقيت وحشه، بقى مش مرغوب فيا، مع كمان كلام بعض الرجال انت خلاص بقى راحت عليكي، انت كبرتي، خليكي مع الولاد، انت بقيتي ام العيال، كلام يخليها تكمل الصوره بالنسبه لها انها بقت كم مهمل. بلاش الكلام اللي يحرق الدم، بلاش الكلام اللي يخلي الست معدومة الثقة بنفسها، نقعد مع بعض في طاولة مفاوضات ونشوف ايه اللي حصل وليه، وزي ما هو له طلبات هي برضو لها طلبات، وزي ما هو بيتضايق وبيزهق وبيتعب ونفسه يجدد هي برضو نفسها تعمل الكلام ده، بس علشان الست اطارها محدود
ما بتعملوش، وعندها قيود وعندها اولويات، فما تقدرش تعمل الكلام ده، ما تقدرش تقلب الترابيزه وتقول انا ماشيه وسايباكوا، اصل لازم انفصل، اصلا لازم احب بقى واعيش حياتي من اول وجديد. ما ينفعش، في حاجات روابط مسكانه، اولها الروابط الانسانيه. طالما الست ما قصرتش التقصير اللي يخليها توصل لمرحله الانفصال، او ان انا اتجوز عليها، صح، او ان انا اخونها، بلاش. ايوه، احيانا يا دكتور الام لما بيكون مرتبطه بزوج نرجسي يعملها باسلوب معين، الولاد يعني بيعملوها بنفس الاسلوب، بيتقمصوا دور الاب. ففي الحاله دي الست بتحس ان هي حياتها ضاعت هدر. هي ما ضاعتش هدر. تتعامل ازاي معاهم علشان توصل لهم ان الاسلوب ده مش مناسب في التعامل؟ بص يا ستي، الست علشان تخلي اللي قدامها تجذبه ليها لازم تصاحبه في الاول. في ولاد بيبقوا صعبين شويه في الصحوبيه، انا عارفه. بس لما تعملي حاجات استثنائيه وتخلي ابنك ده تقولي له انا عملت دي عشان خاطرك، على فكره دي مش من اسلوب حياتي ولا طريقتي خالص، بس عشان خاطرك انت انا عملت كده. فمره على مره هيبتدي يراجع نفسه ويحط نفسه في حته، لا انا مش عايز اخسر الحته دي، انا وصلت مع امي المرحله حلوه. يبقى في صداقه بيننا وبين ابنائنا اللي اعلى من الصداقه، ان انا استثنيه، انا مش عايزه اصاحبه بس، انا عايزه ابقى ملاصقه ليه، وملاصقه ليه يعني اخليه هو يبديني على حاجات زي ما انا ببديه، لانه هو هيوصل للمرحله دي بمواقف كتير، فهيلاقي نفسه لا مش هينفع افقد الحته دي لان انا واخدها سبيشال، مش هينفع، يعني احساسه بالعلو مش عايزه يقل، فهيفضل يتعامل معاها بنفس الاسلوب، واوقات برضه يستثنيها عشان يحسسها ان مش انت لوحدك اهو، انا كمان بعمل كده عشان ما اخسركيش، حتى لو هو نرجسي وبيقلد غصب عنه هينتمي ليها في وقت من الاوقات، بس هي عايزه صبر. صح، مظبوط يا دكتور. عايزين نقول كده نسمع نصيحه من حضرتك لكل هي بتسمعنا دلوقتي، ازاي تكون سعيده في حياتها ان شاء الله وتنظم بين بيتها وشغلها ووقتها. حبي نفسك اولا، اعرفي ان الوقت اللي بيعدي لازم تستثمريه اكبر استثمار. ولادك ما ضيعوش وقتك، ولادك هم مشروعك الاساسي، وانا باكد على دي في كل حته، لان المشروع الست الاول والاخير ولادها، بعدها يجي اي مشروع تاني. لما ولادك يكبروا لمرحله معينه ابتدي انت اعملي اللي انت عايزاه، مع ان محافظتك على حلمك من الاول. حاولي ان انت اي حاجه مضايقاكي افتحي مفاوضات بينك وبين جوزك، بينك وبين ولادك، بينك وبين جارتك، لازم تعيشي في تسامح علشان ما تقعديش تهري في نفسك وتنكتي طول الليل. مظبوط يا دكتور، نورتينا، وانا بستمتع جدا بحوارك، ونورتي النص التاني ونورتي الدنيا كلها. بشكركم مشاهدينا، وفاصل قصير ونرجع لكم مع رنيم في فقره قويه جدا، انتظرونا. مشاهدينا، ورجعنا لكم بعد الفاصل بموضوع مهم قوي، وهو الحب المزيف او الكاذب، وهو ان الشخص بيبهر قوي اللي قدامه بحب واهتمام وكلام حلو، ويقعد يقول انت احلى حلم في حياتي، انت حلم حياتي، انت كل حياتي، ويبدا يعمل كل حاجه توصله لقلبك، وبمجرد ما حس بانك حبيتيه وانك بقيتي مضمونه بيبدا يبعد فجاه، ولا هيفرق معاه زعلك ولا دموعك ولا وجع وكسره قلبك، لانه بكل بساطه حبه كان حب مزيف مش حقيقي. ما تزعليش انه زهق من التمثيل وظهر على حقيقته، عشان ربنا بيحبك انه رحمك من شخصيه مزيفه زي دي، ودايما خليكي مقتنعه ان هو اللي خسران مش انتي، وانه زي ما ضحك عليكي وكسر قلبك هيجي اللي يكسر قلبه، عشان كما تدين تدان. معانا النهارده دكتور ولاء الجمال، استشاري العلاقات النفسيه والاسريه، وهتعرفك ازاي تعرفي الحب الحقيقي والحب المزيف. اهلا بك يا دكتور، برحب بحضرتك ومنورانا. تسلمي، شكرا ليكي. دكتور، عايزين نعرف من حضرتك ايه الفرق بين الحب الحقيقي والحب المزيف، ازاي اقدر افرق؟ هو فرق طبعا كبير ما بين الحب الحقيقي والحب المزيف. الاثنين
دايما البنت بتنخدع بقى بالكلام الحلو والكلام المعسول. اديكي قلتي عمال يقولها كلام حلو ويديها كلام جميل ووعود جميله وحاجات هي نفسها ايه كل ده ايه، فبتحس الموضوع كبير، بتحس ان هي بتنجرف بعاطفه كبيره، بتحس ان هي بتمشي على كلام الطرف الثاني باستمرار، فتعرف ان هي داخله في حته حب زائف شويه. الحب ده اللي هو بيبقى مدموج اكتر بالعاطفه، ان انا مندفع تجاه الشخص اللي قدامي قوي قوي، فده بيبقى حب زائف، يعني هو جاي كبير مره واحده كده وفي كمان فايبس كبيره وعاليه، فانا بحس ان انا بنجرف للشخص اللي قدامي، بسمع كلامه، بحس ان هو مصدر الثقه والامان ليا، بحس ان هو مصدر سعادتي، ففي الحاله دي اخد بالي. اما الحب الحقيقي بيبقى حب فيه نوع من انواع الامان، بحس في العلاقه ان انا مطمئن، مش محتاج ان انا ابقى متكلف في العلاقه، علاقه مريحه نفسيا، في ثقه وامان ما بين الطرفين، حاسه ان انا بتكلم بحريتي، حاسه ان ما فيش حد واقف لي على الوحده وبينتقدني بحاجه، فالعلاقه دي بتبقى مريحه، وحب بيبقى حب حقيقي وفعلا هو بيمارس معاها يعني ايه فنيات نفسيه كده كويسه، يعني علاقه سويه ما بين اتنين. وزي ما في كلام حلو برضو بيبقى قد الافعال، بيبقى في افعال زي ما في كلام حلو. صح كده، وده مهم جدا. يعني انا عشان احافظ على الطرف الثاني او عشان احبه بصدق او حب حقيقي، اكيد ببقى الحب هو بيسرفز عليه الافعال. صح. لان هو انا عشان اعمل لها حاجه كويس، عشان احسسها بالامان، عشان احسسها بان هي مرتاحه، عشان احسسها ان هي بالنسبه لي طرف كويس او من ضمن الاشخاص المهمين في حياتي، فلازم اعمل افعال تبرز هذه الحاجات. لا مظبوط. طب ايه هي العلامات اللي تعرفني اللي قدامي ده بيحبني حب مزيف او حب كاذب؟ الحب المزيف او الكاذب ليه علامات طبعا كتيره. بحس في العلاقه ان انا بعدم الثقه، ان انا مش واثقه قوي في اللي قدامي، ممكن مثلا بكلمه تقلبه، بكلمه ممكن يتغير، بكلمه ممكن يحصل حاجه معينه. بحس كمان ان في انواع من عدم الاحساس بالامان، ان انا كمان مش حاسه بالامان في العلاقه، مش حاسه ان انا احنا ممكن ما نكملش مع بعض، احنا في حاجه كده غلط في النص، في مشاكل ممكن تتكرر باستمرار، في غيره زياده عن اللزوم، مش غيره كمان قد تصل لحد التملك، ان هو عايز انت رايحه فين، جايه منين، بتعملي ايه، تدخل كبير جدا في شؤوني من بدون اي داعي. يعني الغيره الزياده ممكن تبقى حب مزيف؟ الغيره اللي بتقلب بشك، اللي هو بيشك في سلوكياتي، عايز يتدخل في حياتي، عارفه اللي هو التملك اكتر مش الغيره، حب امتلاك. طب ليه كده يعني؟ طب وقله الغيره برضو ممكن يتشك فيها ان ده حب مزيف؟ قله الغيره لا، مش حب مزيف، هي مش موضوع كده. هو ممكن لو هو مزيف في حبه نفسه، يعني هو اوريدي مش بيحب، فممكن تبقى قله الغيره، بس هو لازم يثبت كده، يعني هو الشخص نفسه حتى لو هو حبه مزيف، هو لازم يثبت للي قدامه ان هو انا بغير عليكي وانا مش عارفه، حتى لو انا بمثل الدور، ما انا بمثل دور الحب هنا. فاول حاجه في تمثيل الادوار ان انا اغير. بس بتلاقي بقى الغيره كمان بتتعدى الغيره العاديه، بتبقى بتوصل للتملك، بتوصل للتدخل في كافه الامور والشؤون، والسيطره. طب ازاي اتجنب ان انا اقع في حب حد كاذب كده او مزيف؟ بصي، هو الحب الكاذب بيبان، يعني بيبان لو في مثلا بالذات في بدايه العلاقه بيبقى في نوع من انواع الايه، الشخص نفسه بيبقى مدلوق شويه على الطرف الثاني، بيبقى على طول بكتير وتلاقي فيه العاطفه جارفه، يعني في عاطفه بزياده، ان هو بيتصل كتير مثلا، بيتدخل في حياتي كتير، بيعمل اكشن كتير، يعني هو عايز نفسه ان انا مثلا ايه اجذب الطرف الثاني باي طريقه، فبيبقى داخل بكل قوته. فاول ما احس ان الدخله كبيره مره واحده، مش ان هو اتدلق مره واحده، ان العلاقه ابتدت تخش في عمق جامد، اعرف ان الموضوع فيه حاجه غلط. اعرف ان فيه وعود هنا مش مظبوطه، اعرف ان فيه كلام بيميل للكذب شويه، مش كل الكلام ده صدق، فلازم اخد وقت شويه، لان دايما العلاقات احنا بنقول بنبدا بيها ستيب باي ستيب. حتى مراحل الثقه برضو نفس الموضوع، بنبدا الاول وبعد كده بنبتدي نبني حدود وبنبتدي نكون علاقات طيبه وهكذا. انا لما الاقي الموضوع عدى معايا قوي وبقت فيه عاطفه جارفه ووعود كتير في حاجه غلط، لازم ستوب وابتدي بقى اقيم الموضوع. طب هل من العلامات ان هو حب مزيف عدم الاحترام؟ ساعات، او الالفاظ اللي يعني يتلفظ بالفاظ برضو مش كويسه في الخناقات مثلا؟ ساعات طبعا، ساعات الحب المزيف ساعات ان هو بيخرج عن شعوره او بيخرج عن الاطار اللي هو عامله ليه، وان هو ممكن يتلفظ بالفاظ مش كويسه، ممكن يهني او يجرحني قدام الناس، تبقى مشكله صغيره، وممكن هو يكبر المشكله جدا، وممكن ان هو يعمل ويقول الفاظ مش ظريفه، او ممكن تكوني حتى كمان قايله له سر او حاجه، ممكن يفضحه مثلا لحد مقرب، او يقوله وقت خناقه وقت زعل. فدي من ضمن طبعا علامات الحب الزائف اكيد. انا بشوف مشاكل كتير قوي ان هما يبقوا الاثنين مع بعض كويسين جدا، مره واحده هو يختفي.
بالشهور ممكن. صح 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 فعلا. بصي احنا فعلا بقينا بنشوف الموضوع ده كتير الفتره دي، منتشر ان هو يبقوا علاقه مثلا كويسه ومفيش اي مقدمات لاي حاجه، ونبص نلاقي مثلا يا اما الخطيب او الزوج او اختفى في ظروف غامضه، الموضوع وصل مرحله كده ومش عارفين ايه اللي حصل. بصي احنا لو هنتكلم على الخطوبه او مثلا انا لسه علاقتي بيه ما بقتش في مرحله مثلا زواج او كده، فممكن نقول ان الاشخاص دي يا اما هم اوريدي بيتلاعبوا بالشخص اللي قدامهم ان هو يمثلوا دور او يقوموا بحاجه معينه لفتره معينه ويختفوا، ده طبعا بيبقى حاجه كلها زائفه زي ما احنا قلنا، يا اما هو بيبقى عنده حاجه اسمها fear of commitment اللي هي الخوف من المسؤوليه ومن الالتزام ومن اي نفس الموضوع عنده. طب انا ماشي انا معاها هكمل لحد امتى؟ ما انا بعد كده في جواز وفي اسره وفي مصاريف وفي مش ممكن يبقى هو خايف من حته الالتزام او التأييده بتاعه الجواز وطقوس الجواز والكلام ده، وان برده ما يبقاش عنده خطط مستقبليه للشخص اللي معاه. بتبقى كده فعلا، لان هو اوريدي بيبقى خوفه ان هو طب هنعمل ايه بعد كده، هنتصرف ازاي، او ممكن يكون هو عنده تراست ايشو مثلا، خطب قبل كده وحصل فيه مشكله مع خطيبته وسابوا بعض عشان مشاكل معينه، فهو اوريدي في عنده حته مشاكل في الموضوع ده في الثقه نفسها في الطرف الثاني، فبيجي عند نقطه معينه فبيبتدي لا خلاص بقى انا خلاص مش هكمل، ويختفي في ظروف غامضه وما تعرفش هي عنه اي حاجه. طب ايه سبب انتشار العلاقات المزيفه دي او الحب الكاذب ده؟ بصي هو انتشرت علشان في اساليب تلاعب بقت تظهر كتير. يعني بالنسبه طبعا للعلاقات الجديده او المقبلين على الزواج او كده بيبقى عندهم مشاكل كتير، بيبقى في عندهم مثلا نقص احتياجات معينه، ان هم عندهم في احتياجات معينه غير ملباه، فبيبتدي ممكن يخش في علاقه معينه وعشان يلبي احتياجاته من هذه العلاقه والعلاقه تفشل معاه على فتره وخلاص. اللي هي خلاص بقى انا واخدها كمرحله كلعب ككلام. كمان مفيش جديه، الشباب نفسه ما بقاش عنده جديه في ان هو يخش علاقه ويتحمل المسؤوليات والماديات والمسار الطويل لحد موضوع الزواج، بالذات الاجيال الجديده دي. طبعا الجيل الزجاجي اللي بيقولوا عليه ايوه، فالجيل ده فعلا ما بقاش يقدر يستحمل الكلام ده كله، او هو اتربى كمان على الرفاهيه زياده عن اللزوم، فطبعا طقوس الزواج بمسؤوليه الزواج بالمسؤوليه اللي هو هيشيلها كمان فوق كتفه فبتبقى كبيره عليه قوي، فبيهرب بقى من الموضوع ده. طب ايه اللي يخلي البنت تصدق كلام زي ده؟ يعني ان هي طبعا بتنبهر بالكلام وكل حاجه بس بيدخل عليها الكلام بطريقة ان هي بتصدقه. طيب تتجنب ان هي لا تعرف تلامت نفسها كده وتعرف ان لا ده حد مش جد خالص. بصي هي البنت ساعات بتخش بايه، يعني بتخش عاطفتها. ايوه بالظبط، بتخش اللي هي بيبقى عندها عاطفه طبعا جارفه، بالاضافه بيبقى عندها احتياج غير ملبى، يعني ممكن مثلا في الاسره بيبقى عندها مشاكل معينه شويه، عايزه مثلا تمشي من البيت بقى خلاص انا زهقت وعايزه ارتبط بقى، في مشاكل مثلا مع باباها مثلا او حاجه معينه او مشاكل باباها خلافات اسريه، فبتبقى عايزه برضو تمشي من البيت او عندها نقص في الاحتياجات غير ملباه، بتاثر عليها لدرجه ان هي تدخل علاقه. طبعا ده هي بتبقى عايزه تهرب من البيت بأي علاقة بره، اي علاقه، فبالتالي اي حد بيخبط على الباب خبطه خفيفه كده بتفتح هي بقى الباب بقى على مزرعيه زي ما بنقوله، بتفكر ان هو ده اللي هيلبي لي احتياجاتي، هو ده اللي هيجي بالحصان الابيض بتاعه ياخدني. وايوه بجد هم فعلا عايشين كده في غالبيه الحالات اللي انا بقعد معاهم، هتلبس في الحيط هي مره كمان. وبعد كده بتدرك ان هي انا كنت بدور على الامان، انا كنت بدور ان حد ينتشلني من البيت، انا كنت بدور ان حد ياخدني يخرجني. لا في بنات تقول لك انا عايزه بس اخرج واتفسح واعيش حياتي، لان في بعض الاولياء الامور او الابهات مثلا يقول لك انت ما تعمليش كده الا في بيت جوزك، ما تسافريش الا بعد ما تتجوزي، فموقف كل احلام البنت كتير. ده غلط قوي جدا جدا. فبالتالي انا خلاص بقى هو ده اللي هيجي يسفرني ويخرجني ويعملني ويسويني والكلام ده كله، فبتجري بقى جري او والحد يخبط كده، ما بتستوعبش بقى ان هي مثلا اشوف ده كويس ولا مش كويس، لا ما بيبقاش في بقى المراحل دي كلها. احنا بنجري على طول عايزه تهرب اهم حاجه، بعد كده تبقى تشوف والعاطفه بقى بتشتغل بقى وخلاص بقى، وبعد كده خلاص حتى عارفه بيقول لك مرايه الحب عمياء، حتى لو ظهرت فيه صفات هي بتبقى لا ما هو مش قصده، هو مش واخد باله، ده الناس كلها بتكرهه عشان كده بتقول عليه كده. فبتقعد تبرر له مواقف كتير جدا جدا عشان هي خلاص عايزه تصدق الوضع اللي هي فيه. طب هل الحب المزيف ممكن يتحول لعلاقه جديه او حب حقيقي؟ هو ممكن يتحول بس لو هو الشخص نفسه شخص كويس، لو هو المشكله في الحب، لكن لو المشكله في الشخص لا. ممكن يبقى داخل بنيه ان هو جاي بيلعب بالمشاعر في الاول بس بعد كده يحبها.
بتحصل ولا هي؟ بصي قليل شويه نادرا جدا قليل شويه اه، بس احنا لازم ناخد بالنا ونحاول نعرف ان احنا كشخصيه او البنت عامه تعرف ان هي شخص مستقل كامل، مش هو اللي هيجي يكملها او هو مش هو اللي هيجي يحقق لها احلامها، لا هو هيجي احنا مع بعض هنتعاون مع بعض ونعيش حياه، لكن انا كشخص كامل هقدر البي احتياجاتي بنفسي، هقدر اقوم بوظايفي بنفسي، مش محتاج حد يجي يكملني. هي دي النقطه، لو عرفت كده هتعرف تختار اختيار مظبوط. طب كيفية اختيار بقى شريك الحياة المظبوط؟ اختيار طبعا شريك الحياة المظبوط لازم كل بنت تبقى عارفة ايه هي المواصفات اللي هي حباها في شريك حياتها وتبقى محدداها، مش لازم ان هي مجرد ما تخش علاقة، لا الكلام ده من قبل كده احنا بنعرف البنات ان انت لازم عندك مواصفات في شريك حياتك، مواصفات اساسية ما تقدريش تستغني عنها. في بنات تقولك انا لازم اخده كريم، انا لازم اخده حد مش عارفة كذا، انا لازم في حاجات اساسية قدامك ما تستغنيش عنها خلاص. زي ايه بقى؟ كل بنت بتختلف. يعني في بنت بتقول انا بحب اخده مثلا وسيم شويه، شكله مش عارفه ايه، بتهتم بحته الشكل، يبقى لازم تاخد حد كده. في بنت تقول لك انا عايزه اخد حد مثلا يكون مثلا حنين عليا شويه، يبقى هي تاخد بالها من مساله العواطف عنده، انه يبقى حنون شويه ما يبقاش جاف في مشاعره، لان في بعض الازواج بعد كده بنشوفهم ما بيتكلموش كلمتين وما بيعبروش على مشاعرهم. فهي تحدد البنت هي محتاجه ايه بالظبط، او هي رسمه شريك حياتها ايه. في حاجات تقدر، حاجات اساسيه ما ينفعش ان انا اتخلى عنها، في حاجات نص نص عادي ممكن اتخلى عنها ونتفاوض، في حاجات ممكن مثلا اتغاضى عنها، تبقى هي عامله جدول مع نفسها. ايه انا رسمه ازاي، انا عايزاه ازاي، عشان ما تجيش بعد كده تقول لا طب تشوف صفه فيه، طب عادي ممكن يتصلح، اي كان فيكس هيم، عارفه ان الموضوع ده طبعا غلط في الدنيا. وانا بقول وفعلا هما بيعيشوا لحد دلوقتي، انا بشوف حالات زوجات فعلا بيجولي لا بيبقوا عندهم مشاكل، وانا كنت متخيله ان جوزها المشكله دي هتتعالج وانا هقدر احلها كمان، وتفاجئ بعد ايه، بعد 13 و14 سنه جواز و15 سنه ده عمر، ان هو للاسف ما بيتعالجش. مفيش امل. ايوه بيجوا تاني بقى، بيجوا تاني، احنا كنا متخيلين ان احنا هنقدر نعمل له حاجه وفعلا ما بيقدروش للاسف. طب هل العلاقات المزيفه دي ممكن تبقى يعني في دايره صحابنا او دايره ناس حوالينا من شغل، اقارب، اصدقاء، ولا لازم تبقى علاقات عاطفيه بس؟ لا هي العلاقات المزيفه موجوده في كل حته، في كل مكان احنا بنقابله، لان احنا نفس بشريه، فالنفس البشريه دي دايما بيشوبها نوع من انواع عدم السواء، يعني ممكن تبقى اشخاص غير سويه، فالاشخاص غير سويه بالتالي هتطلع منها تصرفات غير سويه، فهياثر على الاشخاص، العناصر الجميله، العناصر السويه في المجتمع، فده وارد، قريبين او اصدقاء او اصحاب او بعيد، وارد في اي حته عامه تظهر الشخصيات دي. طب احساس صعب قوي لما حد يكون بيلف ويدور حوالين البنت ويعشمها وخلاص تبدا بقى تثق فيه وتحبه، واول بقى ما تتعلق بيه وضمن وجودها هو خلع. ايوه بصي صعب. صعب جدا طبعا، صعب جدا جدا. وكمان في حته تانية انت قلتي لسه، حته بتقوليها ضمن وجودها، هو فعلا الشخص لما بيضمن وجود الطرف الاخر بيبتدي يقول لك ايه، طب انا هعمل فيها بقى اللي اعمله، طب انا كده كده موجود. دايما البنت لازم تبقى الطرف الثاني مش مصدر الامان بالنسبه لها، الطرف الثاني مش مصدر الثقه، لا تبقى عارفه ان هي انا كشخص متكامل، انا كشخص اقدر اعمل كل حاجه مع نفسي. وكمان المشكله كمان اللي احنا بنشوفها ان بعض البنات ما بترتبط او بتتخطب بتفصل كل علاقاتها باصحابها، باللي حواليها، باقاربها، بمش عارفه مين، بتلاقيها انعزلت تماما وبقت متفرغه لخطيبها، ده هو ده بقى بصي ضمن وجودها، ما خلاص بقى ده هي متفرغه لي 24 ساعه عشان ما حدش مثلا من صحابها يبص له، وعشان ما حدش من قرايبها هو يتضايق منه، وعشان عارفه بتحس ان هي بتمحور حياتها حوالين خطيبها، او عشان كده بيبتدي ان هو يحصل، هو كمان بيتخنق يعني، هو كمان كشخص او كعلاقه ايا كان بقى مزيفه او حقيقيه، هو بيتخنق ايه ده هي، ان الراجل ما بيعملش كده مع اصحابه، صح كده. ما هو ده اللي انا بقوله، هي ما تخليهاش او ما تخلوش هو يضمن وجودها، ما ينفعش، هي ليها حياتها وليها هواياتها وليها دراستها لو هي بتدرس، وليها شغلها او عملها لو هي عامله، وهو جزء من حياتها، هو مش جاي عشان ياخد كل حياتها، لان هي هتظهر بقى المشاكل من هنا. طب ازاي لو انا كنت في علاقه مزيفه زي دي والحمد لله خلصت منها، دخلت بقى علاقه تانية، ازاي ما اخليش ان العلاقه الاولى دي تاثر على العلاقه الجديده؟ عامه لو هي العلاقه عرفت ان هي مزيفه وانا تعافيت كامل التعافي منها، لازم اخد فتره معينه او وقت معين ان انا ابتدي اتعافى، ما استعجلش، ما اخشش اي علاقه.
واخد فتره مثلا يعني غالبا من 6 لـ9 شهور اقعد شويه حلوين كده وابتدي ادرس او اقيم العلاقه السابقه عشان ما يحصلش نفس المشكله تاني. ابتدي اشوف الشخص ده هو كان حبه زائف في ايه، هو ايه التصرفات اللي كان بيعملها معايا وكانت بتخدعني، او ايه الحاجه العيوب اللي انا كنت شايفاها فيه وكنت بحاول انكرها او ابررها او ان انا الاقي له مخرج او منفذ او اي حاجه من الحاجات دي. ابتدي ادرس ايه الحاجات بالظبط في الشخص ده وابتدي اتعافى بقى، اخد بقى مرحله التعافي خالص، وابتدي كمان ادرس نفسي واشوف ايه هي الاحتياجات عندي الغير ملباه، انا كنت بهرب من البيت ليه، انا كنت برتبط بالشخص ده ليه، كان بيعمل معايا ايه. فادرس كلا الطرفين. لما افهم واقرا وادرس واخد فتره في التعافي، التعافي بقى بيجي مع الوقت بقى خلاص. وكمان اخد بالي من حته مهمه، لازم اعرف كمان كل الحاجات الوحشه اللي كان بيعملها معايا واركز عليها قوي في العلاقه دي. ان هو كان بيأذيني مثلا بالكلام، ان كان بيأذيني مثلا بان هو يقول لي الفاظ مش كويسه، ان هو ساعات مثلا كان بيكذب عليا، ان ساعات كان بيعمل، واطلع كل الحاجات الوحشه اللي كانت في العلاقه عشان دي هتخليني ما اكررش التجربه مره تانية. طب هل ده معناه ان انا ما اديش حد امان في العلاقه؟ طبعا خالص. طبعا لا، انا ما اديش في البدايه. انا دايما بقول احنا بنخش في العلاقه على مراحل. في البدايه ان احنا طرفين مع بعض بيخشوا في علاقه، كل طرف طبعا زي ما قلت متكامل، بنبتدي نخش خطوه بخطوه. انا في البدايه لازم اعرف حدودي للطرف الاخر، لو تجاوز معاكي حدود باي شكل من الاشكال خط احمر، ومن البدايه انا كده ببني صح، ببني العلاقه مظبوط. ما ينفعش ان انا انتقل من خطوه لخطوه في مراحل الثقه الا لما يبقى عدى وقت معين، الا لما بقى ظهر لي حاجات، الا لما بقى اكتشفت حاجات معينه وهكذا. ما ينفعش اخش، ولازم يبقى لي حياه مستقله بعيد عن الطرف الاخر. ما يمنعنيش عن حياتي اللي خالص انا كنت خالص. اكتر غلطه البنت بتغلطها ان هي بتمحي كل حياتها وانا متفرغه ليك. بتمحي اصحابها، حياتها، هواياتها، ممكن تقعد في البيت، كل حاجه. وللاسف بيبقى فيها خنقه كبيره ومشاكل بقى للركب، مشاكل بشكل كبير جدا جدا جدا، وهي كمان بتصاب بعد كده بحالات من الحزن والياس والكلام ده كله، لان هي مركزه معاه اكتر من اللازم. لا بزيادة. هي تاخد حياتها وتاخد كل حاجه حلوه وهواياتها وكل حاجه، هو جزء من الحياه، جزء طبعا ليه متطلبات وليه حقوق وكل حاجه وواجبات وكل حاجه، بس يبقى جزء منها مش كل الحياه. لا فعلا كلام حضرتك مظبوط. وحضرتك قلتي نقطه مهمه قوي، ان هي ما تتسرعش وتدخل في علاقه جديده. صح، ما تتسرعش، لان دي تبقى ريباوند. صح كده، طبعا طبعا. هي ما لحقتش تحب الشخص، ولو هي عملت كده وعشان تتحدى الطرف الاخر ودخلت في علاقه، هتعرف ان العلاقه دي هتبوء بالفشل، وهي هتعرف يعني هتبقى مدركه الموضوع ده. وللاسف ساعات هما بيستحملوا علشان الناس ما تقولش كذا والناس ما تعيدش كذا. فهي بتتحمل غلط هي بتقع فيه وبتعيش حياة بالنسبة لها بائسة تعتبر، علشان الناس ما تقولش والناس ما تعيش. لا، ناخد وقتنا ونفكر ونقيم الموضوع من كلا الطرفين عشان أقدر أخد قرار مظبوط وتعافى تعافي مظبوط. لا فعلا يا دكتور، عند حضرتك حق وكلام حضرتك كله مظبوط. وأتمنى من كل مشاهدينا إن هم يكونوا استفادوا من الحديث ده، وإزاي تقدروا تفرقوا بعد كده بين الحب الحقيقي والحب المزيف. لأن الحب الحقيقي ده هدية ونعمة كبيرة قوي من عند ربنا، فلازم يا جماعة نقدر نبقى قد المسؤولية وإن احنا نقدر نحافظ عليه بجد. دكتور ولاء، بشكر حضرتك جدا ونورتينا ونورتي برنامج النص التاني. شكرا ليك بجد. بشكر حضرتك، واشكركم مشاهدينا، ونشوفكم في حلقة جديدة من برنامج النص التاني.